بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرصه طيبه نلتقي بيكم، وبشكر ابونا يوحنا من اجل استقباله ومن اجل فض محبته، والواحد بيحس بدفء ان المكان هنا بتاعه من طريقه الاستقبال. الاباء هنا الله يناح نفسه ابونا اسحاق وابونا يوحنا، يعني الواحد حس انه في مصر. مفيش حاجه غريبه ابدا، الكنيسه بجمالها هي كنيسه مصر، والكنيسه بابائها هم اباء مصر. ونشكر ربنا من اتساع عمل ربنا، وان ربنا اتمجد في الخدمه في الكنيسه هنا، بل الكنائس المهجر كلها ربنا يمد ايده بالعمل، وتبقى المسكونه كلها للرب ولمسيحه. ان شاء الله ربنا يتمجد ان فعلا المسكونه كلها تبقى للمسيح. انا استاذنكم طبعا، انتم ماشيين في دراسه الكتاب، وابونا اداني حريه يعني الاختيار، فانا هكلم معاكم في موضوع بسيط عن التوبة، بس بصورة غير مباشرة. مش هنتكلم نقط عن التوبة، لكن هنتكلم عن حوار هنجريه مع الخطية، وهنخلي الخطية تتكلم عن نفسها، لأن ممكن ما نكونش واخدين بالنا إن احنا ممكن نقع في أخطاء كتيرة جدا، والخطية تجرجرنا وتسحبنا وتشدنا، ونقع في خيوطها وفي أحبالها وفي قيودها. فإحنا يعني هنديها فرصة أن تتكلم عن نفسها، وبعد ما الخطية هتخلص حوار هنعمل حوار برضو، هنخلي التوبة تتكلم عن نفسها. التوبة هتتكلم عن نفسها، وفي الآخر هنشوف الإنسان عايز إيه. الخطيئة اتكلمت والتوبة اتكلمت، وفي الآخر هنقول الإنسان أنت عايز إيه، لأن هي دي حياة الإنسان، وهي دي علاقة الإنسان في جوهرها مع ربنا. لأن في العهدين القديم والجديد القصة كلها علاقة الإنسان مع الله مركزة في موضوع التوبة، وكلنا بنشوف العهد القديم كله الشعب يتوب ويرجع لربنا، الله يصنع العجائب، تخش الخطية الدفة تتقلب وتبقى مرار ومتاعب. العهد الجديد نفس نبي العهدين يوحنا المعمدان هيئ الطريق لربنا السيد المسيح عشان التوبة، وكان الصوت الصارخ وما زال الصوت الصارخ في برية العالم كله بيصرخ، وفي كل وقت عشان الناس تتوب وترجع لربنا. والسيد المسيح الرسالة اللي قدمها برضو توبوا لأنه قد اقترب ملكوت الله. التلاميذ الكرازة في الكنيسة على مر العصور الأزمنة الموضوع التوبة ده لا نقاش حواليه، لأن بلا توبة لا وجود لحياة الإنسان مع الله، ملهاش وجود. ربنا حنين، ربنا طويل الأناة، ربنا قلبه كبير قوي، بيحبنا جدا، كل الحاجات دي موجودة عند ربنا، لكن ربنا ما بيحبش الخطية، ما يحبش الإنسان يسيب نفسه الخطية. عشان كده يقول لا تستهين بإمهال الله وطول إيه أناتكم. ربنا مطول باله، ربنا حنين جدا، بس ليه؟ عشان يقتاد الإنسان إلى إيه؟ إلى التوبة. عشان كده إحنا يعني ناخد بالنا من الحوار ده، ولازم نطلع من نهاية في نهاية الحوار بنتيجة، لازم نطلع بنتيجة.
ولازم النتيجة نكسب رضا ربنا، لأن في كل موقف كل خطوة يخطوها الإنسان إذا ما كانش في مكسب في العلاقة مع ربنا بقى في خسارة. ما ينفعوش الاثنين مع بعض أبدا، الخسارة والمكسب مع ربنا ما ينفعوش في وقت واحد. عشان كده من ليس معي فهو علي، برضو الموضوع مش محتاج أمشي في النص، لا، يا معاه يا عليه، يا بعمل للحساب بتاعه يا ضده، يا ضده. فلازم اخد بالي. عشان كده يقول معلمنا بولس في رسالته نحترس ونحن في هذا الجسد ان نكون مرضيين عنده، نكون مرضيين عنده. وبعدين يجي يقول لا، لم تقاوموا بعض حتى الدم ضد الخطيه. مقاومه لازم شديده، الموضوع مش سهل، الموضوع مش بس ان انا يعني اصلي شويه صلوات وماسك اجبيتي في ايدي وبحضر لي شويه قداسات واشعر بالرضا ان انا في علاقه بيني وبين ربنا وسكت على كده وممكن عمري كله يمشي كده. مواظب على قداس شيء جميل، ماسك الاجبيه بصلي فيها شيء جميل، لكن اوعى اوعى يكون ده موجود ومش تايب، اوعى يكون ده موجود وانا علاقتي مع ربنا مش مظبطه. ما ينفعش ده، ممكن صلواتي تتحول بعد شويه لدينونتي. انت كنت بتصلي ازاي؟ الصلاه بتصليها دي كنت بتصليها، كنت واقف قدام مين؟ كنت بتكلم مين؟ واقف بني، واقف شكل ولا واقف جوهر؟ ربنا هيسالني في ده كله. عشان كده يعني مش عايز اطول حديث في المقدمه، لكن هندخل نعمل حوار مع الخطيه. هنسال ايه اللي بتقدمه الخطيه لحياتنا، والخطيه اللي هتجاوب السؤال ده رغم من طبيعتها الغش والكذب، وممكن تخسر ناس كتير لو سمح لها الحديث بصدق ولو مره واحده. نخليها تتكلم مرة واحدة بصدق عن نفسها وهي متأكدة، حتى لما تتكلم متأكدة إن طرقها وأساليبها قادرة على جذب الكاسرين حتى لو عارفوا حقيقتها. هي فاهمة إن القدرة بتاعتها والإمكانيات بتاعتها هتشد ناس كتير، وحتى لو عرفوا ايه اللي بتعمله وايه اللي بتعمله في حياه الانسان. عشان كده هي هتبدا حديثها وتقول، هتقول انا عملي الاساسي، انا عملي الاساسي هو تدمير الانسان، الاساسي هو تدمير الانسان بكامله. وانتوا عارفين انا بدات عملي مع حرب آدم، بدأت عملي مع حواء وآدم وقدرت أقنعهم بالعصيان على الله وأسقطتهم، وده اللي عملته الخطية. وربنا مديكوا الفرصة من كل الخيرات والبركات اللي موجودة في الجنة تاكلوا منها، ومدي بس عامل صيام عن شجرة واحدة، تسيبوا ده كله وتروحوا ناحية دي اللي ربنا قال ما تقربوش جنبها. نجحت الخطية انها توقع حواء وآدم، اهلكت شعوب بالطوفان. بتقول ليه؟ لاني زرعت في قلبهم العصيان، انا زرعت في قلبهم العصيان وصدقوني ومشوا معايا واطمأنيت على هلاكهم بالطوفان. فضلت تتفرج الخطيه عليهم والبشريه بتهلك بالطوفان، والسبب كان العصيان. بتقول الخطيه انا حطمت جبابره وملوك وهزمت اقوياء، لانها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها
أقوياء. ستتكلم عن نفسها، بتشرح إيه اللي بتعمله. بتقول أنا مرة ومميتة، وأجرتي ومكافئتي الموت. مرة ومميتة، والأجر اللي أنا هقدمه، المكافأة اللي هقدمها للإنسان الموت، لأن أجرة الخطية إيه؟ أجرة الخطية موت. بتقول كمان أنا مصدر الشقاء والألم والحزن للروح وللنفس وللجسد، ولدي القدرة على تحطيم الإنسان. عندي قدرة أن أنا أحطم الإنسان، وهبذل كل قوتي لإذلال الإنسان، وهجعل حلقه مرارة وقلبه حسرة. عارفين الخطية لما تدخل تخلي الإنسان عنده حسرة داخلية جواه. دي مش بتعمل كده بس، بتقول أنا أقطع كل رجاء. كل ما تقرب الرجاء الخطية إيه؟ تروح مكسرة ومقطعة. وأحطم كل سلام، أحطم كل سلام. من يقترب مني يكتوي بناري، اللي هيقرب مني هيكتوي بالنار بتاعتي. لذتي كلها غش وخداع. تقول الخطيئة بتقول كده، احنا اديناها فرصة انها تتكلم بصراحة، لكن هي ده اللي بتعمله. لذتي كلها غش وخداع. بتقول ألدع أحبائي وأغرس سمومي فيهم. خطيئة تلدع الإنسان وتخش بالسموم بتاعتها في حياة الإنسان. بتقول ناس كتير قوي بتحبني بس بسبب إغرائي. ناس كتير بتحبني وبتمشي ورايا بسبب إغرائي. وقعتهم في شباكي، غرست فيهم سهامي. اللي بيبحث عني بهرب منه زي الخيال. عارفين لأن واحد يجري ورا الخطية عشان يدور عليها تسحب تختفي منه، واللي يبعد عني ويكرهني يلاقيني قدامه في الحال. اللي بيكرهها حاول يبعد، تقرب له بسرعة وتبقى قدامه. وهي بتقول أنا بعمل كده ليه؟ هي اللي بتجاوب برضه، أنا بعمل كده ليه؟ لأن طبيعتي الذل والهوان للإنسان، طبيعتي الذل والهوان للإنسان. طبعا دي تصورات كتيرة اللي بتعمله الخطية معانا. واحد تبص تلاقيه كده عايز ياكل ويشرب من الخطية ويجري وراها وهي تختفي عنه، تختفي. يجي يبعد ويقرب من التوبة تجيله وتقرب وتقف قدام. ليه الحركة دي بتعملها الخطية؟ تقول عشان أزله. لما يكون واحد بالشعبط في حاجة وعايز يطولها ما يطولهاش. حاجة دي وحشة بيبعد عنها تجيله قدامه. هو ده اللي بتعمله الخطية، وبتعمل الشغلانة دي باستمرار عشان تزل الإنسان. وعلى فكرة هي بتقول على فكرة اللي بيمشي ورايا كرامته بتهان. اللي بيمشي ورايا كرامته بتهان. تعرفين الخطية بتضيع كرامة ناس كتير. واحد ممكن ليه برستيج معين وشكله معين كده، لكن يتشد الخطية بتجيب كرامته في الأرض. أنا كأسي مرير وطعامي فاسد، بسبب الأوجاع والآلام، وأسكن في الجسد بالأمراض. لأن زي ما بنصلي في المزمور كده، لأن كثرت أمراضهم الذين أسرعوا رأي آلهة أخرى.
اللي ساب عبادة ربنا واستعبد لخطية معينة أو حاجة، وله آخر بيسلم نفسه ليه، الخطية بتعمل كثير من الأمراض، لأن مش كل الأمراض بتجيب أمر طبيعي للإنسان أو بسماح من ربنا، لا، في أمراض كتير بتيجي من سقوط الإنسان في الخطية. ممكن خطية تسبب أمراض كتيرة للإنسان، وأكثرها طبعا أو أخطر الأمراض الأمراض الروحية، أخطر الأمراض الأمراض الروحية. تقول كمان أنا مستعد أتوه عقلك، أنا مستعد أتوه عقلك بخيالاتي وأوهامي، وأضحك عليك وتصدقني. ليه بخيالات؟ تلاقي الواحد لو قاعد مع نفسه كده ونسي في الجلسة وجود ربنا وغيره، سلم أفكاره للخطية، بتعمل حاجات مرعبة في فكر الإنسان. عشان كده احنا بنصلي كتير وربنا كمان هيحاسبنا عن خطايا الفكر، مش بس ان الواحد يطب يقع في الخطية، لا، خطايا الفكر كمان. فهي بتقول انا مستعدة توه عقلك بخيالاتي وأوهامي واضحك عليك وتصدقني، انا مستعدة اغرقك واقيدك بحبالي وأدنسك وألطخك وأجرحك وحطم كيانك. بتقول على فكرة اليوم اللي هتهرب مني وتختفي من قدامي هحصرك بضعفك وعجزك، ههرب منك هتحصرني. ما اللي احنا بنتكلم عن جهات كتير، لأن الخطية هتحصرنا وعايزة تشدنا، فلما تهرب مني تختفي من قدامي سوف أحصرك بضعفك وعجزك وأرجعك لحضني تاني. الخطية عايزة تاخدني في حضنها مرة تاني. أنا مستعدة لقفل باب التوبة قدامك. ده بيحصل، إن في ناس لما تحاربها الخطية خلاص يقول ربنا هيقبلني وربنا هيسامحني وربنا، ما هو ده قفل باب التوبة. السبب مين؟ مش انت اللي قفلت، انت عايز توصل لربنا، بس الخطية بتعمل ايه؟ الحاجز كأنها باب وقفلت باب بيني وبين ربنا. ربنا الحنين، ربنا اللي بيقبل، ربنا اللي بيسامح، ربنا اللي بيغفر، بس الخطية بتعمل ايه؟ بتقفل الباب بتاع التوبة قدامي، وسكن اليأس في قلبك وأغير أحوالك. بتقول كمان أنا عندي من الرذائل كثير أقدمها ليك، أنا عندي رذائل كثير أوي أقدمها لك طول يومك ونهارك حتى بالليل في نومك وأحلامك. تعرفين ما تسيبش حد، خطية ليل ونهار عايزة تحارب، حتى الواحد لما يبقى داخل ينام ممكن تيجي، ولو تواصل الإنسان مع الخطية حتى تدخل في الأحلام بتاعته. بتقول أنا ما عنديش ملل ونفس طويل ومعاك في رحلة عمرك كله حتى أطمئن عليك في النهاية. اطمن على ايه دي؟ الخطيه دي هتطمن على ايه؟ بتقول اطمن على موتك وهلاكك ونتقابل في الجحيم، ودي خطتي معاك من البدايه للنهايه، دي الخطه بتاع الخطيه. وانا برحب بيك في اي لحظه، وانا متاكده انك بتحبني وتصدقني، وانا تحت امرك في طلباتك وشهواتك ورجساتك. المهم تتأكد كويس جدا من هلاكك، وإلى لقاء تعيس في الجحيم. الإمضاء الخطية، يدي قصتها، يدي قصة الخطية.
طبعا الخطية لو اتكلمنا عنها كتير لا يكفينا الوقت ساعات وأيام وشهور اللي بتعمله مع الإنسان، وهي غصب عنها اتكلمت دلوقتي مش بمزاجها، لكن هي مطمنة أي حركة منها صغيرة ممكن تجذب الإنسان اللي هو مش ماسك في ربنا كويس. وهذه قصتها، قصة الخطية نهايتها زي ما هي وصفتها إن نهايتها الهلاك ووصول الإنسان إلى الجحيم. طيب نعمل الحوار الثاني مع التوبة. التوبة بتتحدث وتقول أنا في انتظارك من زمن طويل وخايف عليك. التوبة في انتظارك، انتظار كل إنسان من زمن طويل وخايف عليك من الهلاك. أنا بابي مفتوح ليك في أي وقت تيجي أنا برحب بيك، أي وقت تيجي أنا برحب بيك. أنا أرفع عنك كل خطاياك، أرفع عنك كل خطاياك وأسامك، أفك كل قيودك. أي قيد أنت متقيد بيه التوبة بتقول لك أنا أفك هذا القيد، وأصلح كل أحوالك، أصلح كل أحوالك، وأرجع ليك سلامك. التوبة ترجع السلام للإنسان. أنا عندي كل الفضائل. خطية تقول أنا عندي كل الرذائل، لكن التوبة تقول أنا عندي إيه؟ أنا عندي كل الفضائل. أنا عندي العفة والطهارة والقداسة والنقاوة. كل ما تستخدمني وتتعامل معايا طول ما أنت عايش على الأرض اطلبني واستخدمني، طول ما أنت عايش على الأرض اطلبني واستخدمني، لأن من غيري هتشقى وتتعب، من غيري هتشقى وتتعب. ومهما تجري في الدنيا، مهما تجري في الدنيا مش هتلاقي راحتك إلا لما ترجع لي أوام. تجري في الدنيا وترمح وتعمل كل حاجة مش هترتاح إلا ما ترجع لي. وزي ما كنا بنصلي من شوية، توب يا نفسي ما دمت في الأرض إيه؟ ساكنة. طول ما أنا ساكن هنا لازم أقدم. أنا عندي تتصلح أحوالك. ده كانت أحوالي متبرجلة ومتلخبطة، تروح توصل لغاية التوبة تتصلح الأحوال كلها وتكسب رضا إلهك. محدش يقدر يكسب رضا ربنا بدون التوبة. أنا طلع من الظلمة حياتك، الظلمة تختفي ويظهر النور بتاع التوبة في حياتي. أسكن بنوري في قلبك وأفكارك، وخليك تشوف ربنا طول حياتك. يا سلام، القلب لما بتنقى، طوبى لأنقاء القلب لأنهم يعينون الله. هي بتعمل، مش انت عايز تشوف ربنا، مش انت عايز تشوف ربنا طول الوقت وعايزين نحس بوجوده الدايم؟ ايوه، بالتوبة، بالتوبة ونقاوة القلب. عشان كده التوبة بتقول لك أخليك تشوف ربنا طول حياتك. التوبة بتقول لك أنا بحبك قوي وعايزك تكون معايا على طول. اوعى تنساني، اوعى تنساني بالنهار أو بالليل أو في أي لحظة من عمرك. أنت لما تحبني وترجع لي أنا خلي السماء كلها تفرح بيك. مش بيقول كده السماء تفرح بإيه؟ بخاطي واحد. إيه ده؟ السماء دي كلمة مش صغيرة، يعني إن السماء كلها تفرح عشان واحد خاطي يتوب.
ما دي اللي بتعمله التوبة. لما تيجي، لما انت تحبني وترجع ليا، انا خلي السماء كلها تفرح بيك. مش ممكن هتدخل السماء وتعيش مع ربنا وانا مش معاك، مش تقدر تخش وانت مش مشانكل حياتك كلها معاك توبة وسكنة في قلبك وجواك. انت عارف كويس ان السماء مش هيدخلها اشرار او خطاه او اي شيء نجس او دنس، لان دول مصيرهم الهلاك. ده ناس مشوا معايا كتير، صاروا عظماء وشهداء وقديسين، ناس كتير مشيت معايا صاروا عظماء وشهداء وقديسين وما قدرش يمسهم الشرير. ليه؟ لان كانوا طيبين. عدو الخير ما قدرش يقرب جنبهم لانهم عايشين التوبة، وطلباتهم مستجابة عند القدير. يلا حبيبي، يلا حبيبي الغالي، شد حيلك وامسك فيا على طول عشان ندخل السماء مع بعض. وهو ده الشيء الوحيد المضمون، هو ده الشيء الوحيد المضمون. التوبة بتقول لك هو ده الشيء الوحيد المضمون اللي يقدر يدخلك السماء. السماء التوبة بتمضي على الكلام اللي هي قالته دوه، عشان كل واحد ياخد باله. خطيئة اتكلمت والتوبة اتكلمت. نختم بالإنسان، حوار مع الإنسان. الإنسان خد حرية وله الإرادة، ربنا خلقهم فينا، مش ممكن يسحبهم مننا. إدى كل واحد وكل واحدة حرية كاملة واداله إرادة. عشان كده إيه رأيك الآن بعد ما سمعت الخطية والتوبة كمان؟ ماذا يقول الإنسان الآن؟ هتقول إيه بقى؟ هنقول ايه بعد الحوارين دول؟ اقول له يا رب انا جاي بوجه مطاطي ومليش عين ارفعها ولا عندي كلام يتقال، انا مكسوف وعريان وخجلان. اقول انا غلطان، اقول انا خاطي، اقول انا حقير، أقول أنا مجرم. كل ده لا يوصف حالتي تمام، أنا أكتر من كده كمان. أنك رب عارف حقيقتي وعارف أحوالي وعارف خطاياي، محسوبة عندك بالميزان. أقول إيه يا رب؟ أقول يا رب ارحم، يا رب ارحم ابنك الخاطي الضعيف الغلبان اللي ملوش غيرك. مش الا ربنا اللي هيصلح الوضع بتاعي، عشان خاطر دمك الغالي وحبك المتفاني توبني يا رب فاتوب قبل ما تضيع حياتي على الارض وافقد حياتي بعيد عن السماء كمان. ايه تقول لربنا؟ يا رب اكتشفت حبك اللي كان تايه عني بسبب خطاياي. خطيئة بتحجز. فيض الحب العظيم اللي بيقدمه ربنا، الخطيئة بتعمل حاجز. فرب انا اكتشفت حبك اللي كان تايه مني بسبب خطاياي، وشايف ذراعيك مفتوح على الصليب لتحتضني، لتحتضن كل تايب زي ما عملت مع اللص اليمين تمام. انا جاي زي العشار، قول ارحمني يا رب انا الخاطي وخلصني اوام
أنا تعبان جدا جدا. وراحتي عندك ليها مكان، راحتنا عند ربنا لما أطلب منك التوبة لحياتي وانت تقدم لي الصفح والغفران. فيش أحن من ربنا، فيش أحن من ربنا لغاية ما أوصل عنده وأقدم له الاعتذار. لا بيجرح في المشاعر ولا بيأنب ولا بيهين، بيقدم الصفح بسرعة والغفران للإنسان. أشكرك، أشكرك يا رب أنك فتحت قلبي وعناية وأفكاري كمان، ولحقت نفسي قبل فوات الأوان. مهم الواحد يلحق نفسه، يلحق نفسه اللحظة اللي تعدي وما قدمش فيها توبة ممكن ما تتكررش وما اقدرش اردها. كل شيء يتعوض في الدنيا كلها ما عدا الوقت. الشيء الوحيد اللي ما تعوضش الوقت. مش مستحيل تعدي الساعة دقيقة كده وتقول للساعة رجعت الدقيقة دي ورا، تقول لك لا. عمرك يا عبد اللحظة دي تقدرش ترجع اللحظة دي لورا، مستحيل. لكن أي حاجة نقلبها يمين شمال، نقدمها، نأخرها، إلا الوقت بتاع التوبة لحياتي. كل لحظة بتتعدي بتطرح من عمر الإنسان، اتقضت في التوبة ولا اتقضت في الخطية؟ انا عايز اوصل لفين، وعايز السماء ولا عايز ايه بالظبط؟ لازم اخد بالي الرؤيه تبقى واضحه قدامي، افهم ايه هي الخطيه وايه اللي بتعمله فيا، افهم كويس وبوضوح، وافهم التوبه. مش مجرد ان الكنيسه تتكلم عن التوبه عن التوبه عن التوبه، وطب وبعدين؟ وليه انا بغرق في الخطيه؟ ليه باكل واشرب منها؟ ليه بستسهل امر الخطيه؟ ليه ما بتشعبطش في التوبه؟ لازم اسال نفسي الاسئله دي عشان احدد اتجاهي واحدد هدفي، وتتحدد العباده بتاعتي كلها، وتتحدد علاقتي مع ربنا، وتتحدد ممارساتي الروحيه، كل حاجه تتحدد لما حدد الموقف ده. انا انسان عايز اعيش في التوبه ولا عايز القط من الخطيه والتوبه واخلط الاثنين مع بعض؟ لا 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 لا، انفصلوا عن بعض تماما. يعني لو ربنا احيانا وربنا اداني فرصه في موضوع اسمه عايزين نفصل، عايزين نفصل، انا واخده من الكتاب المقدس، ربنا عامل فصل، فصل في كل حاجه. ده حتى من بدايه الخليقه كان ربنا بيفصل كل حاجه عن بعضها، يخلق النور والظلمه وبعدين يفصل ايه بينهم، يفصل بين النور والظلمه، كل حاجه يفصل بينها، يتكلم عن الشر ويتكلم عن القداسه، يفصل بينهم، يفصل في البشرية بين الأبرار والأشرار. ومش بيميز ده عن ده، ده الإنسان لما بيحط نفسه في الشر هو اللي حكم على نفسه بالفصل عن الله، لكن ربنا مش فصله عنه، ربنا بيحب الكل. لكن لما أنا أرغب أفصل نفسي عن ربنا يبقى أنا اللي عايز كده، لما عايز أفصل نفسي بالشر والخطية يبقى أنا اللي عايز كده، يبقى مش ربنا اللي أهلكني، ده الخطية اللي أهلكتني. لأن المزمور يقول الشر يميت الشرير، مش ربنا بيموت الناس، ده ربنا ادانا الحياة، ربنا ادانا الحياة وقدم لنا الحياة الأفضل. أتيت لكلمة كلهم حياة وليكن لهم أفضل. عايزنا نعيش حلوين معاه. ليه بنقرب من الخطية وناكل ونشرب منها؟ ما هتقضي علينا، والشر اللي بيطلع ويسكن في حياتنا هو اللي هيهلكنا،
الله لا يهلك أحد، يريد أن الجميع يخلصون، وليس بأحد غيره الخلاص. لما روح له بالتوبة هيخلصني، وكلمة يريد يعني مشيئته وإرادته إن أنا أعيش في الخلاص بتاعه. هم ليه أنا كده يا رب؟ ليه يا رب أنا كده؟ اسأل السؤال ده، وقف اتكلم مع ربنا، قول له رب أرجوك، إذا كنت تايه، إذا كنت غرقان في خيالات وأوهام من الخطية أنها تشبعني وأنها تجرجرني وهتديني، مش هتديني حاجة إلا المرار والتعب والألم، مش هتديني حاجة كويسة. ما تتغشش، اوعى الضحك عليك، اوعى الضحك عليك بكلمتين من الخطية، خسارة، خسارة حياتك. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان كده يا ريت، على فكرة الحوار ده وأنا مش بقدم وعظة، أنا مش بقدم وعظة ونقطة 2 3 4، لا ده احنا عايزين يبقى لنا يقظة. استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك المسيح. خد بالك، خد بالك من المسيح كويس، حبه كويس وهتحبه بالتوبة، مش هتحبه وانت غرقان في الخطية. مشكوك في أمر المحبة دي، مشكوك فيها، محبة كلام، محبة كلام قدام ربنا. اللي بيحب ربنا يقدم توبة صح ويمشي في طريق التوبة صح، وملوش سكة تانية، ملوش سكة تانية. والتوبة هتفرح بيها وهتفرح بيها قلب ربنا اللي بيحبك، وهتعلن عن محبتك الحقيقية اللي فيها إخلاص إنك تدخل حياة التوبة، عشان هتشوف ربنا وهو بيصنع العجائب معاك، وتشوف ربنا واقف جنبك، وتشوف كل حاجة حلوة قوي قوي من ربنا وانت تايب، مش وانا غرقان في الشر والخطية. ممكن ابقى غرقان وربنا برضو بيدور علي وبيقرع وعايزني وعايز يدخل حياتي، بيعمل كل الطرق وكل الاساليب عشان يدور عليا وعشان يشدني ليه. وانت انسان عايز تعمل ايه؟ قول له النهارده يا رب، قول له النهارده يا رب انا هرجع لك بكياني كله، انا مش هخلي حاجه فيا للخطيه، لا في قلبي ولا في فكري ولا في حواسي ولا في اي عضو من اعضائي، ولا في ايديا ولا في رجليا ولا في اي حاجه، ولا تخش بيتي ولا لها مكان عندي، هرميها بره، انا مش عايزها، انا اتمررت كتير وتعبت كتير، كفايه يا رب، كفايه يا رب، انا اتمررت كتير وزمن طويل وضاعت مني سنين اكلها الجراد من حياتي، انا يا رب هرجع لك وانت توبني، حتى لو انا مش عارفه اتوب انت توبني، مش عارفه اتغير انت تغيرني، اللي انا افشل فيه واللي انا اعجز فيه انت رب تقدر عليه، لان غير مستطاع لدى الناس مستطاع لدى الله. قل له النهارده رب غيرني وصلحني واقبل توبتي وسامحني، سامحني على زمن الجهل اللي ضاع في عمري لغايه دلوقتي، خليني امشي في السكه صح. اجذبنا يا رب وراءك فنجري، لالهنا كل اقرب مجد الان الابد امين. في عندنا وقت للاسئله او للتعليقات. موضوع جميل هنا، يعني فتح لنا فرصه، يعني يا ريت لو حد عنده سؤال في التوبة، يعني عشان نكمل موضوعنا. احنا ممكن نسأل في حاجات كتير، لكن الإنسان أحيانا بيتعصر في بعض الأفكار الخاصة بالتوبة، بيبقى عايز يتصرف، أحيانا يقدم توبة ويصلي ويطلع من الصلاة
كده يعني ما فيش راحة كاملة. الله إيه الحكاية؟ كنت بقدم توبة مظبوطة ولا إيه؟ مش فياريت اللي عنده سؤال جوه التوبة نفسها نسأله ونستفيد من بعض، مش أبونا بس اللي هيتكلم تستفيدوا من أبونا، لا نستفيد منكم وكلنا نتحاور مع بعض ونتناقش، حتى لو حد قام سؤال ممكن انتوا تجاوبوا السؤال مش أبونا. نفسك تدينا من خبرات ايه اكتر حاجة من معوقات التوبة؟ ارجو ترفع شو عشان انا ودي تعبانة شوية. ايه الحاجات اللي قدسك من الخبرة يعني بتحس انها من معوقات التوبة والناس كتيرة بتشتكي منها بحيث ان احنا ناخد الخبرة دي؟ معوقات التوبة حاجات كتيرة جدا جدا، يعني التمسك بالخطية والشعبطة فيها يعيق التوبة. واحد يحب يأكل من الخطية، واحد يجري من الخطية، واحد مفتح الأبواب للخطية في حياته، طب خلاص التوبة تلاقي مكان فين؟ ما هتلاقيش مكان. واحد بيشعر مش هنقول بسلام، بيشعر براحة مزيفة، بيشعر براحة مزيفة جوه حياته. أنا ما كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس عايشة في الغلط، أنا هكون أحسن من الناس إيه؟ ما هالدنيا مليانة شر وكله بيغلط. ممكن يبقى واحد فكره متظبط على كده. اللي بيعيق الخطية إن أنا مش باخد خطوات إيجابية، باخدش خطوات إيجابية لحياتي. واحد كده زي يقول لك محلك سر كده ماشي في مشوار، اهو بيقوم الصبح بسرعة يجري رايح الشغل مش عارف ايه، يخلص شغله تعبان اكل لقمة مش عارف، عمل له كام تليفون، واليوم يعدي يوم ورا يوم ورا يوم، وحياته فين؟ ربنا في حياته فين؟ انا من بصلي، هو بيقول كلمتين كده ممكن صلواته راحة الضمير فقط، في نسبة كبيرة جدا عندها صلواتها لراحة الضمير، ما تتعداش الخطوة دي. مش بيصلي عشان عشرة مع ربنا، وهعاشر ربنا هفكر ازاي اتوب، فده معوق. لو عندي راحة الضمير لنفسي في حياتي اليومية بدون ادراك ووعي للوصلة اللي بيني وبين ربنا مظبوطة ولا لا، لازم اراجع الموضوع ده. المعوقات كمان الانشغال الكتير، انسان ما بيديش وقت لنفسه ولحياته، مشغول طول اليوم في الدوامه من الشغل الكذا، من الولاد اللي رايح للي جاي، اشتريت عملت كسبت خسرت، لا لا لا، ما هو زي ما بنعمل سيادتنا بنعمل حسابات دقيقه لمستقبلنا المادي والاجتماعي ولا ذلك، يا سلام ممتازين جدا، ممتازين جدا في الورقة والقلم والحسابات، وعملت وسويت وجبت ورحت وكسبت ودي ودي طبعا بكل تفصيلاتها. وطب ليه ما بعملش في حياتي الروحية كده؟ إذن الحسابات الدنيوية معوق الحسابات الأخروية، ما بعملش ليه؟ ليه ما قعدتش عملت حساباتي بتاع الأبدية؟ مش محطوطة في الحسابات ليه؟ كده يعني، وما هو ده اللي هيحصل، ما هو في النهاية يقول أعطي حساب وكالاتك، في حسابات وفي رصيد. مسيح له المجد علمنا كده، قال لك في رصيد في السماء، نزل لكم كنوز في السماء، وفي حسابات هنتحاسب. انا سايبك بارادتك وبحريتك تعمل اللي انت عايزه، بس في حسابات، تأذن حساب وكالتك،
عملت ايه لابديتك؟ لو سمحت جاوب. انا كنت مشغول، انا كنت بقى كنت حط هتجمع المعوقات كلها اللي هي ضيعت الحسابات بتاع الابديه. مين فينا بيقعد بيعمل حساب للابديه؟ مين بيجيب ورقه وقلم ويسجل؟ بس مش هنسجل على ورقه وقلم، هنسجل على القلب وعلى الفكر، هنسجل في سجل اللي هو بقى سفر التذكرة عند ربنا، اللي هيقول لي انت 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 حساباتك عندي ايه. ده انا ممكن اجي طالع على السماء مفيش حسابات، حساب سفر. ايه ده ليه كده حبيب؟ مفيش اصل وفصل في السماء. اللي عملش حساباته مظبوطة هنا ما يعرفش. عشان كده قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، هي دي الحسابات، هذه كلها تزاد لكم. محدش، ربنا ما بيحرمش حد من اي حاجه، ربنا بيفيض بنعمته وبركاته على الكل. لكن عامل حسابات الملكوت والابديه ولا لا؟ وكل واحد فينا يعرف المعوقات اللي بتعوق حياته عن التوبه، عارف الخطيه اللي متشعبطه فيا، عارف فكر معين، عارف خطوات معينه، عارف الاساليب معينه، كل واحد غير التاني. لان لو كتبنا معوقات ممكن 1000 2000 3 10 آلاف 100 ألف معوق. بس كل واحد عارف معوقاته مع نفسه اللي هي بتعوق عن ربنا. لكن اول ما قلبك اتفتح على ربنا كل ده يقع وتبان قد ايه انا كنت مقصر في حب ربنا. وكل ما توب صح زي ما بيعلمني الكتاب وزي ما يعلمونا الآباء، هعرف ايه اللي كان بيعاقني الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت. ولو كل واحد قعد جلسة واضحة مع نفسه فيها وضوح، ما تحكش على روحي، واضح مع نفسي وضوح الشمس، وعدي كده، عدي على الجسد ده كل الأجهزة اللي فيه كلها، تسيبش حاجة، امسك كل جهاز من دول وفتت فيه كده، شوف العينين دي كتاب قال عنها ايه؟ عين بسيطة ولا عين شريرة؟ طب لو عيني شريرة ايه اللي بيحصل فيه؟ الجسد كله مظلم، يا ساتر، يبقى انتهى. العين بسيطة تجعل الجسد كله نيرا. اروح اكتب التقرير، اكتب الريبورت بتاع نفسك مع نفسك، شوف الفكر مش ازاي، راح فين، جاب ايه، عمل ايه، اكتب ريبورت. شوف اللسان، شوف اللسان. لا ممكن اصلي وبتاع واقعد سهرية اجيب سيرة الناس، يا باظت كل حاجة، بوظت كل حاجة. باظت ازاي؟ ما قال لك لا تدينوا لكي لا تدانوا، لانه بالدينونة التي بها تدينون تدانون يكل لكم ويزاد. يا يبقى باظت الشغلانة، حتة سهرية فارغة ملهاش لازمة، خلتني سرقت حق من حق ربنا، غلطت في اللي أدنته وغلطت في حق ربنا، قوم ربنا يروح يقول لي هكيل لك وزود لك لأنك وقحت مش في خطية واحدة، وهكذا. فلازم كل واحد يكون ليه جلسة مع نفسه، يعدي كده على الأجهزة بتاعته، ياخدها كده واحدة واحدة كده، زي ما بنيجي في ليلة رأس السنة ونقول التوبة ونقول مش عارف ايه وايه. طيب ما هو التوبة يعني مش عشان نقف نخبط على صدرنا خبطتين وننزل دمعتين ونقول كلمتين كده ويعدوا ونقول احنا توبنا؟ لا، مش ممكن. هم دول اللي هيقبلهم ربنا بس، وانا الدنيا ملخبطه جوه كلها، نظري فين وداني فين ولساني فين ورجليا ماشيه ازاي وايديا بتعمل ايه وقلبي فين كل دوت كنتش اعدي عليه يوميا ومطمن انه بتنظف كويس، يبقى ده بيعيق حياه التوبه. فكل واحد لما يقعد مع نفسه يقدر يراجع حساباته مظبوط، بس ما يتخدهاش من ورا ضميره كده، لا
خلي ربنا في الجلسة، خلي ربنا في الجلسة، قل له تعالى يا رب أنا هقعد معاك. وهو قال كده على فكرة، هلما نتحاجج يقول الرب، هو اللي بيقول هنتحاجج مع بعض، خطاياكم كالقرمز تبيض ايه كالسل، نتحاجج مع بعض. فاطلب ربنا في جلسة التوبة وانت بتعمل عملية الفحص الشامل دي، زي ما هنا بره كده يمكن عندنا في مصر مش متوفرة كويس، لما تعمل شيك اب على كل حاجة كده، اعمل سيد شيك اب على الحياة الروحية على كل حاجة. شوف بقى اما عيني بتتعبني شوية جارش واشعات وتحاليل ومش عارف ايه وادوية وفيلم طويل عريض عشان حاجة بس حصلت في عيني او في ايدي او في رجلي. ما اعملش تشيك اب ده ليه للروحيات؟ ها نفسي اسمع الاجابة ليا وليكم، مش ليكم بس، ليه ما اعملش تشيك اب ده لكياننا كله، للروح والنفس والجسد؟ ممكن نعمله، ممكن يتحط في البرنامج بتاع حياتنا، ممكن يبقى حاجة مهمة بالنسبة لنا، ولا الجسد بس اللي مهم؟ ان انا انتظم في الفحوصات لجسدي، خايف لا يجيلي مرض يفط يلطش فيا، يا سلام ولما مرض الخطية يلطش في عضو، قاعد ساكت مكتف ايديك، ليه ما تعملش شيك اب على الموضوع ده؟ ولا بيعدي؟ ولا عشان الدنيا يعني ربنا سايب الناس وكل واحد يعمل له عايزه؟ فالمسيح له المجد بيدور على الحته دي، لان لما جاله المفلوج ونزل وكل الناس اللي قاعده موجوده والزحمه الموجوده دي كلها شايفين واحد مطروح على الفراش، صح؟ كله عايزه ايه؟ يوم يقف على رجليه، كله توجه نظره كده. لكن المسيح راح لفين؟ عمل له تشيك مضبوط على حياته من جوه. الاول قال له مغفور لك ايه؟ خطاياك. وبعدين انتوا متفرجين عايزين ايه؟ المعجزة؟ عايزين يقوم يمشي على رجليه؟ قوم احمل سريرك وامشي. بس هو جه على ايه؟ جرح المرض وسحبه، سحبه عشان الانسان ده ينضف، عشان يقدر يمشي في حياته الروحيه صح. فياريت اي معوق في حياتنا كل واحد فينا يقعد مع نفسه ويعمل لنفسه تشيك على كل حاجه في حياته ويشوفها ماشيه صح ولا غلط، هتعرف في النهايه انت ماشي صح ولا غلط. واستخدم ربنا الحنين الحلو اللي بيقبل وبيسامح وبيغفر وقت كل الحاجات الحلوه اللي عند ربنا دي، وما تتكسفش. تعرفين في ناس بتتكسف من الاعتراف، بيتهيأ لهم ان هم بيتفضحوا بالخطيه. ابدا ابدا، المعترف بتتفضح الخطيه مش هو اللي بيتفضح، ده هو بياخد البراءه. مش هو بيقول اعترفنا بخطانا هو امين وعادل يغفر ويطهر ايه من كل اسم؟ طب ما دام بيغفر يبقى الكلمه المصيبه الكبيره قوي اللي انا عملتها، لو واحد في وقع في خطيه بشعه زنا او خطيه مكلكعه كده، ما تخافش، تعالى واعترف مظبوط وثق ان انت هتزداد مكان عند اب اعترافك عكس ما انت فاهم تماما. واحد يقول لك انا معقول اقول لربنا الموضوع الفلاني واتكشف قدامه وابونا ياخد عني فكره وحشه ومش عارف ايه؟ ابدا، العكس تمام ضح. انا ما بيجي لي معترف بيذكر خطاياه الفعليه انا بفرح بيه جدا، واللي بيجي يقعد يحكي ويساهر كده يمين وشمال مسكين بيصعب عليا، مسكين ببقى زعلان عشانه لانه ما اعترفش، ده جيت ساهر، هي جت قعدت مع ابونا نص ساعة تتساهر لكن ما اعترفتش عشان ابونا يقرأ لها الحل لكن ما قدمتش توب. اذكر اذكر من اين سقطت وتوب، شوف الجرح فين، شوف الخطية فين
وطلعها عند ربنا وحطها قدامه، وهو بقى يبان الحنان ويبان الرحمة ويبان الغفران ويشيل ويمسح. طب عايز اكتر من كده؟ واحد دخل عند القاضي والقاضي قال له لو قلت الحقيقة هتاخد براءة. راح قال للقاضي انا قتلت، والقاضي عند كلمته قال له براءة. قال له انا سرقت، قال له براءة. فهو ده اللي بيعمل معنا ربنا. فآسف طولت عليكم، لكن انا على فكره خايب في الوعظ، يعني خايب في الوعظ بامانه، مش اتضاع ولا حاجه، لكن احب اكلم الانسان من جوه تملي في اي عظه ناخد من الواقع بتاع الحياه بتاع الانسان ونتكلم عشان يحصل تفاعل مع كلمه ربنا، وببساطه كلام يطلع بسيط. موضوع العظات ده مش فلسفة كلام ولا غيره، فلسفة ما تفيدش، الأجهزة تتفلسف أكتر مننا وتقول كلام منمق ومرتب أحسن مننا بكتير. المسيح عايز البساطة، والحياة مع المسيح حلوة قوي، حلوة قوي. ذوق وانظروا ما أطيب الرب. ويا بخت كل إنسان عايش مع ربنا صح، يا بخته، أسعد إنسان، أسعد إنسان. اوعى تكون محروم من العيشة دي، اوعى تكون في حاجة كده حاجزة عاملة فاصل بينك وبين ربنا، ارميها لو سمحتي. نشكر ربنا الكنائس بقت كتيرة في المهجر والاباء كتار، ربنا يزيد ويبارك، ونيجي ونعترف ونشوف موعد ابونا ونعترف ونرمي نرمي على رأي الانبا أثناسيوس الله ينحفظه، كان يقول لنا احنا صفحة الزبالة، ناس ترمي كل القذرات عندنا والمسيح ياخدها ويشيلها على كتافه. ما هو بياخد الأجر، ما هو كل غلطة هي مش بتترمي يعني وخلاص، لا ده بيشيلها على كتافه. كل خطية بعملها بجرح فيه تاني. لو احنا فاهمين كده الواحد ياخد باله من روحه ويبطل تجريح في المسيح وأهانة في المسيح. ليه؟ أنتم صورة المسيح المقروءة أمام جميع الناس، يروا أعمالكم الحسنة. بهين المسيح بجرح فيه قدام المجتمع وسط الناس في جلساتي في حواراتي، ولا واخد بالي؟ ما صليش قداس وانزل البيزمنت مثلا تحت سهر أي سهرية من شمال، ضيعت القداس وضيعت كل حاجة. لازم اخد بالي من كلامي، اخد بالي من كلامي وحواراتي. مش خلاص خلصنا فيلم وداخلين في فيلم تاني، ولا خلصنا قصة وخلاص ما عندناش ساعة لقلبك وساعة لربك، مش موجودة في القاموس بتاعنا، يا اما لربك يا اما ربنا يدي نعمة. وآسف للاستطالة. فيش سؤال من هنا؟ بس المايك عشان دادي. يعني يا أبونا لو حد تاب وما اعترفش بالتوبة دي يبقى يعتبر كده مش محسوبة مش محفورة يعني، ولا الاعتراف لازم ولا بد؟ ما اعترفش بقصد ولا بدون قصد؟ لا يعني لا قصد مثلا يعني هو قدم وقف قدام ربنا قدم يعني توبة وخلص يعني الموضوع على كده، مثلا عمل خطأ في حاجة معينة وقالت مثلا مش هتعملها تاني وهتوب وفعلا وعد يعني بينها وبين ربنا مش هتعملها، بس طب ايه رأيك مش عايزة تعترف بيها راسي قدام ربنا قدام ايه كده. رأيك داود لما غلط فضل الغلط معاه ما شعبط فيه لغاية ما جاله مين؟ واعترف بخطيئته وقال له نقلت عنك ايه خطيتك. وبعدين احنا ما يكون يعني ببساطه، مش عشان انا كاهن مثلا ارثوذكسي بكلمك باللهجه دي،
لا احنا عندنا كتاب مقدس واضح زي الشمس، واللي بيقوله الدستور بتاعنا فقط، عيشوا كما يحق ايه انجيل المسيح. الانجيل حط والكرازة كلها والرسل والى ذلك، تقري اعمال الرسل 9 ان الناس كلها كانوا يجوا مقرين ومخبرين بافعالهم، مقرين ومخبرين. فموضوع الاعتراف، واعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. وبعدين طبعا في طرفين، لان المسيح لما اختار 12 تلميذ ما كان ممكن هو بيعلم الناس يقعد وسط الجمع كده لهم يا جماعة كل واحد هيصلي ويقدم توبة أنا هقبله وهسامح، أوكي؟ كان ممكن يعمل كده وما خلق ويخلي التلاميذ يتكلموا بس عن التوبة يوقفوا لغاية كده، لكن لا، زي سبط لاوي في العهد القديم، مش ربنا حط له سيستم ونظام معين؟ هنقول لربنا ليه عملت النظام ده ولا أنا أحترم النظام اللي عمله ربنا؟ مثلا الطوائف الثانيه اللي هي ما تؤمنش بالموضوع ان هي تعترف، الطوائف الثانيه اللي هي ما تؤمنش بموضوع الاعتراف، يعني خلاص انت تبت عن كل اللي انت بتعمله، خلاص بينك وبين ربنا ودم المسيح محى كل اللي انت بتعمله وفهم. طب على راي قداسه البابا لما يلح نفسه البابا شنو ده؟ قال لي خلي ربنا يديك الحل. فهو ربنا ادى التلاميذ سلطان وادى الرسل، وبالتالي مشي في الكنيسه السلطان دوه، ما تحلون على الأرض يكونوا محلون في السماء، متربطون على الأرض يكونوا مربوطا في السماء. وبعدين خد بالك الكاهن هو بيصلي، ما بيصليش للمعترف بس، ده بيصلي لنفسه كمان، ارزقنا رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا. وبعدين لما يكون أنا حاجة ربنا دستور نظام حطه ربنا أتعداه ليه؟ هو ده هنا السؤال، صرف النظر عن التحديد في السؤال وتحديد في الإجابة، واخد بالك ليه انا اكثر نظام حطه ربنا؟ نعم. عندي تعليق صغير على الكلام اللي هي بتقوله، لو الواحد عمل خطيه وتاب عليها بينه وبين نفسه احتمال الشيطان يخدعه، لانه مثلا ممكن يبقى يا اما يسيب على نفسه او يبقى قاسي على نفسه جدا. فلما انت بتعترف عند اب جاهن بتقدروا انت تضبطوا مع بعض ايه الضابط ان التوبه دي تدوم وما تقعش فيها تاني، ويبقى سبورت يعني حد بيعضدك معاك. وبعدين في حاجتين يا حبيبي، يعني انت لما بتعترفي عند الكاهن بتاخدي حاجتين مهمين قوي، بتاخدي الحل من الخطيه، ده الموقف الاول. نمره 2 بتاخدي ارشاد، انت بتروحي للكاهن اللي هو ده عمله الاساسي وخدمته ان يرشد ولاده. فهو انت ما بتروحي تعترفي خدت الحل من الخطيه، يبقى طبقتي الكلام اللي جه في الكتاب مظبوط. وبعدين بتاخدي ارشاد، ازاي اطلع من الموضوع ده، ازاي اتصرف، ازاي ازاي ازاي. ففيها مكسب ما فيهاش خساره. لكن نعم، بفتكر وقت صلب السيد المسيح بطرس ويهوذا، الاثنين اخطاوا. يمكن يهوذا انا ما اعرفش يعني ندم لدرجه ان دي توبه، بس هل يهوذا تاب لدرجه ان هو يعني هل دي توبه وتوبه غلط مثلا؟ انا بفكر يعني بفكر بصوت عالي مش عارف، بس هل يهوذا اللي عمل ده دي توبه بطريقه غلط ولا ايه يعني؟ هو ما تابش، هو راح خنق خلص على نفسه. بس هو خلص على نفسه شعور غلط، هو عنده شعور غلط، عمل حاجه غلط. لا، وانت التوبه يعني زي واحد يروح ينتحر ويقول عشان انا غلطت؟ لا يعني، هو انت زي بالظبط عارف واحد بيعالج غلط بغلط، ما ينفعش ان انا اعالج غلط بغلط. ممكن اضيف حاجه، التوبه فيها 3 عناصر، عنصر الندم وعنصر الرجاء والصلاة وطلب القوة من ربنا عشان ما ارجعش ليها تاني.
وعنصر الرجاء ثالث حاجة، عنصر الرجاء في مراحم ربنا وقدرته على الغفران. يبقى في ندم وفي طلب المعونة وفي ثقة في ربنا القادر على الغفران. لكن يهوذا ندم وقف على كده، هو ما كانش كان قاطع علاقته بالمسيح، وهو ماشي ورا المسيح بس ما كانش له علاقة بالمسيح، كانت منفعة شخصية وفلوس بيعرف ياخدها وخلاص. كانت علاقته بالمسيح وبالتلاميذ بالكنيسة صفر. بطرس اللي ساعده ان رجع الكنيسة على طول، رجع للتلاميذ سندوه، ندم وعلاقته بربنا كانت حلوة، غلط غلطة كبيرة بس ندم ورجع وبكى وصلى ورجع للكنيسة فساعدته. التلاميذ كلهم اتلموا، لكن يهوذا ما كانش له علاقة بيهم أصلا فما رجع لهمش. فالحكاية وصلت ندم بس، غرق في الندم زي ما ابونا كان بيحكي لنا إن القطية بتقول أنا أملأ قلبك باليأس، فقلبه اتملأ باليأس وانتهى، ما خطاش أي خطوة ناحية التوبة، إنه مجرد ندم ويأس. وعلى فكرة يعني حللني أبونا يعني نقطتين دول رأسين لقالهم أبونا، الندم اللي بيقول أبونا ما يوصلنيش في اليأس أبدا، بأنا استسلمت. لأن في واحد يندم ويفضل يقطع في نفسه كده إن ربنا مش هيقبلني وربنا مش مسكنة روحية دي، ده ضياع برضه. لازم النقطة التانية اللي قالها أبونا الرجاء في أبوة ربنا ومحبته، ونقطة تالتة اللي هي بتاعتك أنت بقى، الإرادة والعزيمة، الإرادة والعزيمة لتغيير السيرة والمسيرة، الإرادة والعزيمة لتغيير السيرة والمسيرة. لكن لو ما عملتش دية يبقى بالظبط عارفين زي واحد جه الكنيسة عيط وقال كلمتين قدام ربنا وطلع العالم اللي هو فيه هو فيه وعمل كل حاجة زي ما هي، يبقى ده تاب. واحد اتلدع من الخطية زي واحد كده بيولع النار كده بوتاجاز ولا حاجة وصباعه اتكوى، قال اي طب يا سيدي حلوة اي الاولانية دي، بعد ساعة بيولع بوتاجاز حط صباعه تاني قال اي، فضل يقول اي اي لغاية ما شوى صباعه. يبقى ده عقله فين؟ ارادته فين؟ مفيش، منفعش. اللي بتلسع وبتكوي بيحرص، بنحرص لحياتنا وبنقدم توبة مضبوطة ولا لا، إرادتنا وعزيمتنا لازم تتغير وتتظبط. أنا اتكويت من الخطية، من الخطية الفلانية، من التصرف الفلاني، أخد بالي ما عملوش تاني، أغير اتجاهاتي. وعلى فكرة آخر مرحلة اللي هي مرحلة الوصول لأبونا عشان أقرأ الحل، أسمع الحل وأذكر خطاياي وأخد حل منها، بعد ما عدي على اللي فات ده كله اللي قاله أبونا، الندم والرجاء، وجاي مجهز نفسي كويس عشان دوك كويس، لكن هقعد أتساهر أنا عملت كذا وكذا وكذا، الواحد بيسمع ما ينفعش، وجاي مش ندمان على الخطية وجاي مش عايز يغير سكته، يبقى توبة دي. فعلى فكرة ما تخافيش أبدا. ساعات نسمع يعني الحكاية وهي يعني متروكة لذكاء أبونا بقى يكتشف الغلط فين، يعني في حكاية بتتحكي فساعات الواحد يبقى مش فاهم يعني. طب يعني طبعا لما يكون الإنسان منشن بالظبط على الخطية وبيذكرها، بينشن على الخطية مش بيحكي حكاية، بينشن على الخطأ. هو أهم حاجة ما يكونش فيه كسوف على فكرة، ما نتكسفش، ما نخجلش، ما نخجلش وإحنا بنقول خطايانا قدام ربنا. يعني بصراحة يعني كده لما نفضح الخطية هنا أحسن ما نتفضح إحنا هناك، من الآخر كده يعني بقى نقولها بوضوح، إذا فضحنا الخطية هنا خدنا البراءة مش هنتفضح هناك. لكن لو الإنسان من يكتم خطاياه لا ينجح، اللي يخبيها مش عايز يطلعها هتبقى فضحته كبيرة قوي، لأن ليس خفي إلا إيه ويعلن. المستخبي كله الشريط بتاع حياتي من ساعة ما اتولدت لغاية آخر لحظة
عشتها في الجسد ربنا يفرجني عليه كده. تقدر تشاور وتقول ربنا دي ما عملتهاش دي ما قلتهاش التصرف ده ما عملتوش؟ ما اقدرش. كل فم يستد. فما سيبش نفسي لغاية ما اوصل للمرحلة دي. ما سيبش نفسي لغاية ما المرحلة. ده انا اشكر ربنا ان هو فتح لي السكة. ده بيسموا المعمودية توبة ايه؟ التوبة بيسموها معمودية ايه؟ تانية. ليه؟ عز. عز ما بعده عز. ان الكنيسة بتعمل معنا كده. يا بختكم بكنيستكم. يا بختكم بكنيستكم ان هي بتعمدكم كل شوية في كل توبة. كل توبة بتجدد القلب وتجدد الفكر وتجدد الحياة. عايزين ايه اكتر من كده من ربنا؟ هو ايه ربنا سابه ما عملوش لحياتنا عشان نعيش صح معاه؟ عمل كل حاجة. عارفين ليه؟ تزعلوش لما اقولها الآية دي. انت بلا عذر ايها الايه؟ الانسان. انت بلا عذر. حدش ليه عذر فينا ابدا، لا كبير ولا صغير ولا واحد يتسهر. احنا بقى ايه؟ انت بتعرفش قلب ابونا ولا حياته، ولا نعرف قلبك وحياتك، ولا انت ولا ممكن نبيع كلام لبعض. ممكن نبقى مسكين وغلبان قدامك واكون وحش. بتعرفش. صح؟ لكن عند ربنا كل شيء عريان ومكشوف. كل حاجة واضحة كل وضوح. ما لحقتش نفسي هنا اتفضح في الاخرة ملهاش حل. قل الجبال اقطع علينا والاكام غطينا من وجه الله. ليه كده؟ ليه ما تبقاش راسي مرفوعة وابقى فرحان في يوم الدينونة؟ نعما ايها العبد الصالح كنت امين في القليل اقيمك على الكثير. امين في اليومين اللي عشتهم هنا. يلا تعالى تعالى مبارك ابي رسل الملك المعد لكم منذ تاسيس العالم. ليه ما كنش انا من الناس دول؟ ليه ما كنش من الناس اللي تحط الاكاليف في بيت ابي منازل كثيره؟ انا رايح اعد لكم مكان يكون ليا منزله ومكانه عند ربنا حلوه. ليه؟ ليه اضيع الحاجات دي؟ عشان شويه الحاجات اللي في الدنيا، شويه الحركات اللي بيعملهم عدو الخير، شويه الامور اللي بتلعب بهم الخطيه معانا وتكركبنا وتشنكلنا، بس هم دول اللي اقعد كده نقعد طول النهار والليل نتخانق مع بعض؟ ليه؟ ليه العيشه تبقى بالشكل ده؟ ما انتقل لوضع افضل واخش في حياه التوبه واعيش في عيش في فرح وسلام ونور المسيح يملى حياتك وامورك كلها تمشي صح وتبقى تحت رعايه الراعي الصالح الذي لا يعوز رعايته شيء، والخير والبركات كلها تبقى، وكل الازمات تعدي وكل التجارب تعدي وكل الالم تعدي لان المسيح معاك فيها. الدنيا تمشي حلوه قوي. اللي يتوب كل حاجه تمشي معاه حلوه. واللي شنكلنا في كل امور حياتنا هي الخطيه. الخطيه هي اللي تشنكلنا وتشوه العلاقه اللي بيننا وبين ربنا. وما فيش حل، ما فيش حل الا التوبه. ربنا يرحمنا وسامحنا واشكركم على يعني نشكر واتساك ابونا. ابونا هيكون معانا برضو في نهضه العذراء. البرنامج بتاع نهضه العذراء هيبتدي ان شاء الله كمان اسبوعين، والبرنامج اتعلق في الكنيسه وهيتحط على الويب سايت. فابونا برضو هيكون معانا ويكمل يدينا موضوع روحي ويبقى فيه اسئله. يوم الثلاث هيبقى عيد القديس يوسف النجار، فنعمل قداس مخصوص من 8:30 ل11. اللي يقدر يجي تبقى بركة كبيرة. يعني عندنا قداسات الثلاث وهيبقى 4 والخميس زي المعتاد إن شاء الله. الأسبوع اللي جاي هيبقى بالإنجليزي، هيبقى معنا أبونا ثيودور غالي من ناشفيل، والاجتماع هيبقى لوتري أوف لايف ميتينج، فتبقى فرصة حلوة للشباب ونشجع ان احنا نيجي ونستفاد. بعد ما نصلي ابونا يوزع علينا لقمة بركة. تفضل نصلي. ابتديت قصتك تختم.
تفضل. من الليلويا دوكسا باتريك ايوك اجيوب نيوماتيك كيوهيك استوسيون استون امين تنوشي وليكوي موزيو بنشوي سيسوس بخريستوس المونيا ايرنتت في نمني موه مفيارو نمني سيتي نمني سيماري بك ناي نمتي كيريني اوين صفتن بك لا او سكي مونو ناينان ربنا ولهنا وخرسنا يسوع المسيح من أعماق قلوبنا. رب نشكرك من أجل صوتك الحلو، من أجل فيض حبك وحنانك، من أجل ذراعيك المفتوحين على الصليب في كل كنيسة، فتح ذراعيك عشان تعلن دفء محبتك وقبولك لكل إنسان. الكنيسة رب مفتوحة للخطاة قبل الأبرار، مفتوحة لكل إنسان تعبان عشان يرتاح، مفتوحة لكل إنسان متضايق ومثقل بالهموم والأحزان والأوجاع والتجارب يجي يلاقي راحته عندك. نشكرك يا رب انك فاتح ابواب كنيستك قدامنا. اما انا فبكثره رحمتك ادخل بيتك، كثره رحمتك انك اله الرحمه، ونقول لك ارحمنا مش عشان احنا نستحق الرحمه، لكن ارحمنا كعظيم رحمتك، ارحمنا وسامحنا على خطايانا واقبلنا، واقبل الكل اليك يا رب، واجذب اليك كل نفس بعيده، وخلينا نعرف كويس قوي كنيستك وإيمانها وعقيدتها، عشان يا رب الكنيسة طلعت قديسين وشهداء وناس سفكوا دمهم من أجل الثبات على الإيمان وعلى العقيدة. يا رب فهمنا وعرفنا وعلمنا وارشدنا عشان نمشي في الطريق صح، وننمو في النعمة داخل كنيستك اللي فيها فيض النعم، لأنها كنيستك مش كنيسة أبونا فلان أو عليها اسم حد من بشر، لكن عليها اسم قديسيك اللي جهدوا ووصلوا ليك بحياتهم وسيرتهم، اللي بيقول الكتاب انظروا نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يا ملك السلام لنا سلامك، قر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة الأبد أمين. اللهم ارحمنا واجعلنا مستحقين أن نصلي أمامك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات حبة الله الأبناء مثل ابن الوحيد ربك يسمى سؤال شركة موهبة حتى يرى خلصكم من أمضوا بسلام سلام.